الحاجة أم الاختراع، وأحمد نزال لم يكن بحاجة سوى لوسيلة تسلية كما هم أقرانه هنا في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وعلى رغم فقدانه البصر فإنه أصر على أن يلعب الورق، وبعد محاولات عدة ذهب لابتكار هذه الأوراق بما يتناسب مع إعاقته البصرية، مانحا الفرصة لزملائه ممن فقدوا البصر للعب الورق مستعينا بطابعة بريل. بعد زمن طويل يلا ثلاث كوبة حمراء بنت كوبة سوداء جبت شد بلاستيك زبطت وهي يعني الكت يعني كل شيء تمام كل يعني نلعب مثلا بقدر يلعب فيها يعني الكفيف مع الكفيف والكفيف مع المبصر يعني بشكل طبيعي. أحمد لا يلعب الورق فقط مع زملائه فاقدي البصر بل أيضا مع أصدقائه المبصرين الذين يلعبون معه بدون الحاجة لتغيير ورق اللعب بفضل فكرته التي تجعله صالحا للجميع بدون أن يمنع ذلك من محاولات الغش المعتادة في لعبة الورق. أحيانا بزرق شوي يعني إذا أجد يعني فيش جد نغلب بزرق لي شوي. أحب ألعب مع أصحابي ومع أي حدا بشك إنه المعاك ناقصه إشي أو الكفيف ناقصه إشي عشان يعني أساس يعني أثبت له إنه فيش يعني إنه ما مكانت الإعاقة القدرة تخلي الواحد يعني يعمل شو ما بده. أحمد في 15 من العمر وقبل سنوات قلائل كان يلعب الكرة في الشارع وارتطمت في وجهه كرة قوية أفقدته نعمة البصر وهو يعيش مع أشقائه بعد أن توفي والداه مبكرا. وعلى هذه الآلة الطابعة بلغة بريل يعيد تأهيل بعض الورق واستحداث ما فقد منها. فقدان البصر لا يعني فقدان إمكانية الابتكار والإبداع. ابتكار أحمد لا يقلل من أهميته كونه بغرض التسلية والإمتاع. محمد اللحام، العربية، قلقيلية، فلسطين.